الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واستقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من
من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamu alaikum. We have a couple of quick announcements. We have a little girl here in the office. If you are missing, never mind. Alhamdulillah. Please make sure to pay your zakat al-fitr as soon as possible so that those funds may be distributed to those in need before Eid. We would also like to remind everyone that there is no parking in the Northwood Villas. Pre-approved parking spaces include the Chinese Cultural Center, the Korean Church, and only the sides of Albertsons and Kohl's. Shuttle services are available every few minutes to transport people to and from the masjid. Thank you for your cooperation. ICOI is requesting $200 per family and that you donate generously in order to support ongoing Ramadan expenses. Iftar is available at the masjid every weekend. Tickets are sold only online and may be purchased in advance. We have our Eid festival happening at ICOI on June 14th. We are still accepting vendor applications. Eid festival tickets are now available for purchase online. If you are interested in volunteering, we are having a meeting on May 30th at 7 p.m. followed by a potluck iftar. This Friday, Imam Suhaib Webb will be visiting ICOI and will be giving a khatira. We hope to see you all there, and please help spread the word. Also, please be sure to check out the nonprofit and bakery booths outside. We have Helping Hand for Relief and Development tabling tonight, and Sister Sana Labaniya, who is selling dessert and chips. Please pay them a visit on your way out. Jazakallah khair.
Salat al-Tarawih. Inshallah, we'll continue from Surah Al-A'raf, Ayah 88. Surah Al-A'raf, Ayah 88, inshallah. Istawu, istaqimu, wa'tadinu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما انفعنا وزدنا علما وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله. Brother Abdullah, his mother is sick in the hospital and she's really ill, and he is requesting that you make dua for her and you remember in your dua, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala cure her. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her a speedy recovery. Allahumma ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala grant her speedy recovery. May Allah subhanahu wa ta'ala remove her distress. Allahumma ameen. And remove her illness. Allahumma anta shafi la shifa'a illa shifa'uk. Fashfiha shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfiha wa shfi marda al-muslimin. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to cure all our brothers and sisters who are ill and remove their distress. Allahumma ameen. Second thing, inshallah, as you all know, the fitrah or the zakat of Eid al-Fitr is 20, la ilaha illallah, 12, all right. You got scared a little bit, huh? Should be 20, you live in Irvine. Yeah. Tustin is 13. Okay. Khair, inshallah. So there is a box outside in the lobby, another one right here on the patio. So on your way out, make sure that you pay Zakat al-Fitr, inshallah. If your wife is pregnant, pay Zakat al-Fitr as well for the fetus. That's the opinion that I follow. Okay, so we are reciting still in Surah Al-A'raf. In Surah Al-A'raf is the longest surah in the Quran whose primary focus is stories of the prophets. How many stories in Surah Al-A'raf, do you know? Guess. Huh? Six? Seven? Eight? Who said eight? You're exempt from the fitr. Eight stories, right? 80 stories. And there are also other surahs where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the stories of the prophets. As a matter of fact, 1/3 of the entire Quran is stories. As scholars said, 1/3 of the Quran is stories, 1/3 is theology, and 1/3 is law. Right? So if there is 1/3 of the Quran, 1/3 of the Quran is stories, so what is the point? Why? Right? Why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the stories of the prophets and other stories in the Quran? Are they just there for entertainment or to just cite history? No, of course not. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned these stories to draw lessons for the guidance of humanity. You know, lessons of wisdom, understanding, spiritual guidance. And if you look at all the eight prophets that Allah subhanahu wa ta'ala talked about in the Quran, in Surah Al-A'raf, you will see that they all share one thing. And that thing, despite of all the problems that they went through, despite of all the trials and tribulations that they faced, they never give up. They never give up on their mission. They never give up on their dream, on their goal. Right? When people doubted them, when people laughed at them, subhanAllah, that didn't really discourage them. They understood that the Nasr of Allah, the victory of Allah subhanahu wa ta'ala would come. They understood, yes, I'm going through some troubles. Yes, people spit on me. Yes, people threw rocks at me. Yes, people making fun of me. Right? But trials and success, they go hand in hand. They very connected, strongly linked to one another. No one has ever achieved greatness without going through some bumps in the road. And that's the lesson that we need to learn from the stories of the prophets. That we all have dreams and plans and goals. And so don't give up on your goals. Be determined. Be determined. When people doubt you, just don't listen to them.
When people try to put or insert this toxic thoughts into your mind that you don't have this, you don't have that, you don't have the intelligence, you don't have the resources, you have everything. Cut him off. Because you have everything, and on the top of that you have Allah subhanahu wa ta'ala. You have Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So be determined. Be strong. You know, the people who succeed in this world, they are not necessarily the most talented, but for sure that they are the most determined. When they fail, they don't see that as final. They learn from it, and they try again. And that's what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did his whole life. The one moment that he was about to give up, Allah subhanahu wa ta'ala said to him, وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. Don't be like the companion of the whale. Who's the companion of the whale? Yunus. He is the only prophet in the Quran that he gave up. He gave up. He said, these people will never listen. He left the town. He got on the ship, and you know the rest of the story. Right? So Allah subhanahu wa ta'ala, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was going through all these myths of problems, Allah subhanahu wa ta'ala said to him, don't be like Yunus. Don't be like him. Be strong. Be strong. Be determined. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who are determined and strong. Allahumma ameen. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Stone. Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim Maliki Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم